Ja. تجي تستخدم عدد سجل جوف. تستخدم عدد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كديب محمد أبو الرئيس كما حد علينا يا حفلة قيمة حفظا وجالية الصوماليين دلقة تركيا كارهان مجالة إسطنبول أي لغسو دوين يا لكن وفرحات أمد الصومالية كل يتكوض الموقتا وحقال إيسو جيتي ذاتك الأيوهر كالدوان هدية أيام هاي الأرضي كان عصته سراكيل إيوكو يسس لقل مقالة لها وحارب أنا سيقار وعرب بابو سراكيل شحوق دلخ الصومالية رنتي إيه نحوق أمد الصومالية إيكوت الشهية وحارب أنا قلت الدابو وحقال إيسو يدل وباهن عيدن كيسين أدرك عدن وباهن أدونتي ناكو بيرسان وباهن جيل كعصب سيد اللو هاي لها لوغل هاي لها هي كالكا حوك بدنك الصوماليات إنو أهالا ميد ومد الصوماليات إيكو دايران نقضو ميد دادك إيو دالك بالدفاع مركز راكيشا مسيديد قار عيا سارا مادام هالكا نيو بارين كورسوي مخبرشو وحان كولا دردار ميا إن يتصالوا النقدان قوة ذلك الجوغة سيئوه قانياً قوة ذلك الجوغة نبري فرصداً لبكة عيستان إنتا كدي وحن ربع إنان سيكوغن أغهد له ذاتكي الصوماليات كالين توينا تقاتي ونادي أدركتين إلى شيرين ماهن وحانيقة شخصياً كليجي أنقطي أما ما ملتقوك بنادي روقار كم دعاوك إلى الجوغان أيقطين وحاول قبتين ومد الصومالية وضن ملك السيد جولان وعديني كنت وحا أنقبلنا بواجه مسامة وحوها واجه مسلمة وحوها واجه بناء النماء وحوها واجه صومال نماء وحوناها واجه ولا نماء حالات كستا ضدك ولا لهين هل كان جوبة وأي صومرين يمد مانت أي هل كان للجوبان وإلهي مهدي سيئتا إلهي لو مهد علينا يو ويرونتي شالي مركان عركي وأن فرحات درتي أدلقي روضي مرحلة دي يكسونا إيه إيمان تمد يكسونا إيه وآدو كالدوان وحكالي كسوقات دلت الصومالية دوضان وحن حسوس تاينا دلت إذا عاوي بالله دابو واختي دا كالدوان أي صومالي دا كوكا لنور قاردها أدوك أي كالدوان هذين نقوم لهيبا مريكان كأما كندا هذين نقلنا هيد يوروب هذين نقلنا هيد أفريقيا هذين نقلنا هيد إيشيا إيه ملك الصومالي الجوان حتى يكون في أستراليا دبا إن جسر وعى سقلا الحين يقول دعوة وأدعينا ذكى سيد إلهي عفما بالبرسيم دت كاس أردن أي قيب وينتقاتي ولا له العاو عفما كتام إله السي وأن إله ببريو عفما كتام المسي وحن ربعنا نومها العليو دولة تركيا أو دولة ولا لها الأه وحرمنا أولا ما يعني أمة الصومالية سيد الشرف في إكرامة الأولى اللي هي ذلك عليها وكدوا ندور فكرة تركيا وحن أنا بقول إنسان اللي هذا كذا على بعض ورنتي والله من ذلك الصومالية وكذا وحن الصومالية الملك السيد كنا وناجا سيد الأمسيني وح أنقلني وحرمتي قيب النجلس وقتي
safaarada dalka turkiga safaarada turkiga ee soomaaliya uu fadhiisa oo runtii sida dadka loogu adeegay si ka duwan annaga noogu adeegeen noo garab istaageen haddii ay noqon lahayd dalkugalka ama viisaha ay kusoo bixi lahaayeen dalka ay kusoo bixi lahaayeen walaalayn halkan yimid iyo haddii ay noqon lahayd fududeynta howlahooda caafimaad waxaa rabana hortii nooga mahadcelino safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho joogta iyo safiirkooda iyo maamulka iyo shaqaalaha ee safaaradda turkiga ee soomaaliya oo aan runtii ilaawi karin wanaagga iyo sharafka ay nala garab istaageen waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo cisbitaalka weyn ee loo yaqaano erdogan hospital ee ku yaalla magaalada muqdisho ama la oran jiray cisbitaalka dikheer oo iyagana qayb ka qaata dadka halkan imaaday xaaladooda caafimaad oo mar walba nala garab taagnaa talo caafimaad iyo tusaaleyn caafimaad iyo sidoo kale wax alla wixii aan uga baahanno oo arrimaha caafimaadka ee ku aadan dadkaas walaalaheenna ah ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhakhaatiirtii ka qayb qaateen howlahaas caafimaadka adag ee dhakhaatiirka turkiga ee magaalada istanbul joogta oo insha allah iyagana aan la kulmi doono si aan uga mahadceliyo kaalinta ay ka qaateen badbaadinta iyo runtii rajo ku soo celinta dadka walaalaheena caawa halka nala jooga waxaan rabaa mar kale inaan u tacsiiyo walaashay muxubo oo aan idhaahda sakiir aa dhaalaha kaaga dhigo dadaal intii bini aadan la faray waan dadaalnay laakiin qadarta ilaahay ay intaa ku ekayd waa jeclaan lahaan inuu aan maxamed yar nala jooga laakiin qadarta ilaahay maadaama dad muslimiin aan nahay oo halkaa ku ekeen waxaan leeyahay sakiir aa qaraalaha kaaga dhigo intaa kadib waxaa jira dad fara badan oo qayb weyn ka qaatay arrinta caafimaadkaas intaana ka bixin oo soomaalidu ay tidhaahdo darjir ka daxsoon arday waalidiin ganacsato saaxiibo kala duwan bahda saxaafadda oo qaybahooda kala duwan oo dadka qaarkood gaar ahaan walaalkay ama saaxiibkay salmaan jamaal saciid oo runtii ahlii soomaaliyeed salmaan haddii aan soo waca aroortii iyo haddii aan soo waca saqda dhexe iyo haddii aan soo waca marka aan la soo jeedin mar aan salmaan waayey ama maamulkayga ay waayey marna ma dhicin yacni waa shaqsiga 24 saac usoo jeeday hawshaan oo runtii ka mid ahaa dad fara badan oo sidaa gala darjarta dahsoon oo qarsoonaa oo aan hadda halkan ku kroobi karin oo qayb weyna ka qaateen laakiin salmaan oo uu mar walba 24 saac diyaar u ahaa waxaan leeyahay ajri xasanad isagana allah ka siiyo ummadda soomaaliyeedna abaalkaas ay ku hayaan waxaana ka mid tahay dadka si gaara abaal loogu hayo hawshan runtii ee baaxadda le aad qabateen intaa kadib waxaan rabaa inaan wax yar ka idhaahdo arrimaha soomaaliya waxaa runtii sharaf weyn noo ah sidaan ognahay xilka waan ognahay maalinba qofaa qabta laakiin horumarka soomaaliya iyo maanta soomaaliya meesha ay joogta qof ay ka qarsoon tahay maaha waxaan mar walba u rajaynaynaa in la garab istaago qof kastoo maamul qabta haddii uu yahay madaxda ugu sarraysa dalka iyo haddii ay yihiin dadka caadiga oo shaqaalaha ah qof war marka fursadda la siiyo la garab istaago iyo sidoo kale waqtiga ku munaasiba dadka la siiyo waxaa suragal ah in meesha ay higsanayaan ay gaaraan horumarka maanta soomaaliya ka socda qayb weyn ayay ku leeyihiin soomaalida halkan joogta gaar ahaan magaalada istanbul waxaa ka hadlay walaalkay maxamed cabdullah gaar ahaan arrimaha ganacsatada wax weyn baad ka tari kartaan magaalada muqdisho waayo waxaan maanta aaminsannahay waxa soomaaliya maanta ay u baahan tahay ganacsi keliya maaha laakiin waa ganacsi tayaysan ama ganacsi qualitygiisa la hubiyey kaa oo ummadda soomaaliyeed wax u tara bulsho ahaanna badbaadiya kana badbaadiya waxyaaba caafimaad darro keeni kara ardayga soomaaliyeed halkan joogta dadka soomaaliyeed gudaha kutee gudaha jooga waa inay ku tashanayaan waxay rajaynayaan waxbarashada laydin soo diray aa qayb weyn ka qaadataan si aa dalka u anfacdaan kuwa joogana aday fursada u helaan sidaa darteed waxaan kula dardaarmay saaxiibkay ibadalay aniga injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow waxaan kula dardaarmay oo aan runtii tala ku siiyey xilka sidiisa oo maadaama meerto uu yahay in meesha maanta lasoo gaarsiiyey uu ka sii wado marka aniga aan qabanayay waxaa meel wanaagsan soo gaarsiiyey gudoomiyihii hore ee sheekh yuusuf madaale oo runtii meel wanaagsan soo gaarsiiyey ayaa ka bedelay isagana waxaan kula dardaar maanta meesha ay joogto in lasii wado gaar ahaan arrimaha
وقرقارين دادك المدرش اللي قرقارين مركز على الحفيز جوتيت وحقات قوة مشهورة لي قوة المدين قوة المعرفة لكن ما دخلوا برنا وحقلوا دردار معه قوة قوة إيمان كريم إن لو قارين لقارو أما اللي قادوا وضغلوا سيدة درتين إن شاء الله تعالى تريالك يا عفيمات إيه اللي ودي إيه هراء السعودي سيدة هراء وريع نجا نيد وناك إيه نحريصه ميرتماها ما نجو جدون إن شاء الله تعالى بس خوف كسر وحنوم باقي إيه مقيم كفارس وحد وقعتان خوف بن آدم نلوشي سولة مدارية وحيكوّن أكسنتا وحكسوا بصفين دارا لا يسوق يدار غير يسوق وحققي مبغان إن قف كان نفتي سلام الله قارهان مركه ومدن يهي إلا قرب السعر ولا مدن يسيد أدرتي قف كسر سوماليا هو هلك الجوجا هو دي بدها الجوجا هو ذلك الجوجا وحصل مسجد قار وحنرجعنا إن شاء الله تعالى أنت ولا شيء فايز قرن حوق ذلك تفسن إن شاء الله تعالى ملاح الصومالية يسيد أقول رخصيها بدن جواب لغات بحيو سي أيانا نحولها العافيمات أي يعني هرمر لغة قالوا إن شاء الله تعالى بلغونا بدالو إن ماشي هيك سني سواح إن عافيمات كيدا إنه إن تيسا غوصو ودعينيو أو أي وضيهشو إنتا سيدك دينا لغوصو قال إن شاء الله تعالى عرنتاس أدنا رغو باقي أسوط وطور وراشينا مدن وحي لو بلان قاضي أخا بلقات إن لحقين جيو أو يفنيو سيدا درتين عرنتا فعيزة قرن وأرن مهيب أه ورنتي أي تهاي إن عن وقتك ولا قصي يومين أو سيدك دقلوك يا أنت يا ودنبيتي ودنبيتي وحرم صاحب هذا يهدف جوكي إن الإراهدو شرفوا إن يعاوي إن تهاي إن عند الله جوهو مناصبة عن قيمة هاي من قلاقي قاتو سفر كي ينا أبوها سيدة صاحب يا مولالي يا شاقين إن أنا حقيقي وحي أن سوق بني أرنتي إن يسنقن نقن وحمل حقود المالو لكن أنا حقيقي إلا أنت أي كذا ما لا يعني أن جرب استأجنو ما دام حالة عفما ديتاي أو حالة حتى يسمني دهين أرنت أحكي لله يقول له في ليه إن شاء الله تعالى لما أنت أنت جوتنا أيضا حيرو حالة هذا إلهي إنك سله لك رب علي أو عفما كامل علي أي ذلك دي بقول هذا دونا وحنوم هذا علم يا صوم على خيرها لبلدون جالية ده أنا عصت هذا أو قيب ويكقاتي إن دتك هالكم جوعي عفمات كوي ماري إهلان يعني دجناشو سي مركي كوب بعدان إن عفمات هالكم كوي مادان أما كنترول أوسو آدان أما دكتور كي يدوب صوب أقدان أي أوسه لما في إن سو آدان أو فيزا مكتب رادين كنتي عارم تبع عروين ولا وجم هاد علنا يا وده بنتي وحن قبل قبل دي اللي هاي وحن نهري على مصير مسؤولية وين كارهام الغيران وحتي نقدر الصومالية وحن صور كي الصومالية أنتي مدري عن هيك هاي اللي يرو أمسن إن ذلك ضوي هذا ذلك هو ناس إن قرن ضوي هذا قرن هو ناس وحن أنا أقول هذا صومالية أم ندرك ما جرتوا لكن كم سوري درك ما جرتوا يعني أمسن كم سوري درك يا رب حلقي يا وقف في نسير هذا أن ندرك ما جفتون حلقة ولا وصح حدي كرسوني ده غني هذا ولا يسوع شرف كل العلاليو كرامة ولا العلاليو الله أمن إلي يه صاحب نبض يدك هو مرق بس دك هو مرق هو سير يا ذلك إن غني هذا يه وهم على بي خوف كي أي شك تيجي جفتون إن غني هذا نبض يه إن غني هذا هو مرق هو سير إن غني هذا آمن يه تصارح المسوقات وحا تصارح سوقو فلان وحا ندح السعودية أن يرادا مرار عن حساب مهين وحا الوقت اللقاتي مرار عن حساب مهين وحا لا استاجر ما لدرت إلي استاجر وحا نعاور رتي نكاع دانيا إن أن يرادا الصومالي ديهين هرمود كنبار وإن ليه الفصود يا مصير سيدا درتي كلمة أه أمري درك مجرة الصومالي أي كمسون درعي كترتا ee kursoonida amniga shacabka gaar ahaan dalyarada sida darteed dalyarada halkan joogta ay fursad haysta ee wax barata waxa ogaataan waxa idin hor yaalla mas'uuliyad weyn oo ah fursada maanta aad haysatid waxa jira dalyar aan haysan sida darteed fursadaas waa inaad ka faa'iidaysataa waxa ogaataan
دتك مانتا لو تشانيا اي صومالي سوبيس اي نيهين دانييرادا واخبارتي اي فرصه كفا ايديستين سوتو مانتا فرصه اهيزيتي سيدا ميلو قفا هيسان اي جيره حدي اد مانتا كفا ايديستي ماركا دلكا كولا ابتي اما اد سيكا لو شغيستي وحافظار ان اتوفا ايدين دنت كو صومالي جوغا وحن ماركا لا اي مر لبات كما هاد علميا سيدا شرفت له اي قيمه له اي هلكا لي اوغ سو دويي waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan intaawaha ka soo qayb gashay ee halkan timid waxaan leeyahay runtii qiimo gaar ah ayaan ugu fadhiisaa dadaalkii ugu dambeeyay ee Soomaaliyeey aan isgarab istaagno aan xaqiijinno keenna mudan in la garab istaago inaan garab istaagno assalaamu calaykum wa rahmatullaah شهادوين يا ابو تلك لي هجومي وراي كوبر كبنادر انا دوت مقدسو مدن تابي شهاده قوريسا جرع ستاد ايا بخينيا اسطنبول اما جرع ستاد ودن كان تركيغا وانا شهاده سي جرع ستاد وكيل كا اسلام مركانا هجوميا بدوسينيا مدن عبد الولي هو هجوميا جرع ستاد دل كان تركيغا عبد الولي سودو وهجا شهاده الكلام شهاده الشرف ترى وقلت لك لي دومي هوري قبل كبنادر وعبد الوسين يسا لك هوين كيك صوتها وعن عبد الوسين يا فائزو شيخ عبد الرشيد واسكريا دا مركا غاري او تو ويسا سونسا ام قدوميا ماشي كنت ليا مركا هالو كليوتا شالا سي هويك اللي كنت بتميسا ايضا انا بدون سيريس وهجاك aad bay u maasan tahay faizo shaadada intana shacabka Soomaaliyeed ee wadanka Turkiga shaada sharaf ka timid ayaa waxa gudoosinaya gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Turkiga Sheikh Maxamed Sheikh Maxamed ayaa gudoosinaya waaga waataay adbay adbu maasiyahay haatan waxaan jeclahay inaan u yero oo aan soo dhaweeyo si ayadana halkan ay shaada sharaf ay bilaa sharaf ay raaday u dhisi suudumiyaha ama dubiyo hore ee gobolka Banaadir aan duqii magaalada Muqdisho mudane tabi waxaan u yeeriyaa hooyo muhibbo ayaan u yeeriyaa si ay bilaa ay qoor ugu geliso dubiyo tabi soo dhawow muhibbo waa tahay bilaa sharaf oo ayaa ka turjumaysa runtii oo muhibbo hooyo muhibbo gudoonsiinaysa waxaan u yeerayaa haatanna maxamed yare maxamed yare ayaan u yeerayaa maxamed yare ayaan u yeerayaa soo gudoomiyaha uu bilaa u siiyo maxamed yare oo bilis xunay soo dhawow maxamed هاي قرط قلي محمد هاي دوبيه وحجي على هاي فايزو الى يكدوس فايزو
ولكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتتحرك 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 وتتح